متابعين. والسؤال الأهم من سينتقل يواجه ريال مدريد أيضا في دور الربع النهائي وهو ريال مدريد أول المتأهلين. اليوم ينطلق تنطلق هناك مباراتين، نبدأ مع المباراة الأولى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يتحدث لكم مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. المباراة الأولى انتهت في اسبانيا بنتيجة بالنتيجة 1-1 طبعا جميع الأنظار محمد تتوجه إلى كريستيانو رونالدو في دوري ابطال اوروبا كريستيانو رونالدو مختلف تماما هو يعشق هذا الدوري هو ملك الهدافين في هذا الدوري ملك اللين. خصوصا وسام وان يعني في الاونه الاخيره وخصوصا في المباراه الاخيره ضد فريق توتنهام كريستيانو رونالدو خرج عن المألوف وعاد ليحطم المزيد من الارقام القياسيه نتحدث عن 807 اهداف اعتقد في الدوريات الرسميه الدوريات الرسميه نعم. وبعد هذه الثلاثيه جميع الصحافه تتحدث عن رونالدو بان هذا التايمنج الت لهذه المباراه جاء قبل هذه المباراه مم. نحن نعلم جيدا محمد ان مانشستر يونايتد يبتعد عن صداره الدوري الانجليزي لن يساهم هناك حتى انه يعني هناك بعض النقاد يقولون انه لن يقترب حتى الى دور الابطال لن يخلص في المنطقه الاربعه الاولى ولكن مع ذلك مانشستر يونايتد يعي جيدا انه في ازمه ماليه كبيره ويجب عليه ان يتاهل الى دور ربع النهائي ليحصل على الكثير من الاموال وربما ايضا يحالفه الحظ واصل الى الادوار الاخيره خاصه مع وجود فرق بنفيكا وآيكس في دور ربع النهائي ولكن مع ذلك كما تحدثنا كريستيانو رونالدو يعشق هذا الدوري هو ملك الهدافين ملك هذا الدوري ويعلم يعني جيدا بان كل الانظار تتوجه اليه هو جاء الى مانشستر يونايتد بالتحديد لكي يقاتل على الارقام لا. التي يواجهها هناك ايضا من الجهه الاخرى هناك دييغو سيموني اتلتيكو مدريد الذي يعاني في الدوري الاسباني نتحدث عن صاحب النسخه الفائته في الدوري الاسباني الذي هو بطل دوري وصل مرتين دييغو سيموني مع فريق اتلتيكو مدريد الى النهائي وخسر مرتين امام ريال مدريد ومع ذلك هو يعلم ان حقبته في اتلتيكو مدريد كما تقول الصحافه قد تنتهي بعد عشر سنوات لذلك هو يريد ان يتقدم شيئا فشيئا في الفريقين يعانون في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني تساوي محمد ولكن مع الاسف في دوري الابطال اوروبا ستكون مباراة حامية الوطيس هكذا تطلق عليها الصحف خاصة وان كل من جريزمان في الشق الاخر وكريستيانو رونالدو في الشق الاخر كل من النجوم يعني مع كل الاحترام لكن اتلتيكو مدريد ما زال يعتبر من فرق القمه في الدوري الاسباني ومانشستر يونايتد برغم ابتعاده عن الصداره ما زال ايضا يعتبر من الفرق المهمه في الدوري الانجليزي لذلك سيكون هناك احتدام كبير كبير وسام يعني تحدثت عن ازمه ماليه واقتصاديه ربما تعصف بمانشستر يونايتد ولكن يعني المراقبون الرياضيون يتحدثون عن ازمه في الدفاع كذلك يعني هنالك سهام النقد تتوجه باتجاه ماغوير الذي نشاهده في الصوره مبالغ كبيره وكبيره جدا ولكن ماغوير لا يقدم ما هو مطلوب منه وهفوات كبيره وبتتابع كبير هفوات كبيره لاحد المدافعين الذين هو في كابتن في... الفريق كابتن الفريق وليس ذلك فقط بل ان المدرب سورشر كان يعتمد عليه وايضا المدرب الجديد راجن يعتمد عليه بقوه خاصه ان اداره مانشستر يونايتد دفعت على هذا المدافع ما يقارب مبلغ 80 مليون يورو ليصبح اغلى مدافع في العالم وايضا جلبت له هذا الموسم فاران من ريال مدريد م. الذي ايضا لا يقدم المستوى المطلوب لذلك يعني اداره النادي تعي جيدا برغم كل الضغوطات هناك عده انتقادات شديده للمدرب ان برغم كل ما يحدث في الفريق مانشستر يونايتد الا ماغواير هو كابتن الفريق ومكمل ان يشارك في مباريات مع تدني المستوى لذلك هناك كانت اصوات من بعض الجماهير تطالب ماغواير بالتنحي وان لا يلعب حتى اساسي وبعض النقاد الانجليز الكبار على سبيل المثال ريو فيلدنال اللاعب الكبير وعدد من المدربين نعم. الذين يقولون بأن كل لاعبي الدفاع افضل من ماغواير في النسخه الحاليه نعم ماغواير وكريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد ولكن هنالك مباراه اخرى اياكس بنفيكا نعم هذه المباراة أيضا تتوجه إليها كل الأنظار انتهت في في فريق انتهت في البرتغال بنتيجة 2 2 اليوم طبعا أياكس يستضيف بنفيكا في مواجهة مثيرة للتأهل لدور ربع النهائي لماذا هذه المباراة مهمة محمد لسبب واحد ومهم بأن كل الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي ترغب أن تحصل على القرعة أمام فريق من المتأهل من هذه الفريقين نعم. نعم. كل من أياكس وبنفيكا خاصة وأننا نحن نعلم أن هناك فرق كبيرة ريال مدريد تأهل بعد أن أقصى فريق باريس سان بارن ميونخ ومانشستر وليفربول ومانشستر سيتي يتأهلون الى دور ربع النهائي لذلك هناك حاله تخوف من ان لا فريق يريد ان يواجه هذه الفرق في الادوار المتقدمه، لذلك يبقى السؤال من سينتصر ونحن نعي جيدا بان اياكس الذي يملك المدرب تن آخ الذي تقول كل التقارير انه سيترك في نهايه المطاف، لا ننسى ان تن اخ وصل مع اياكس الى دور نصف النهائي قبل ثلاثه سنوات، خسر امام توتنهام بصعوبه، كان يملك فريق قوي وهو يعني يصدر اللاعبين مه. لذلك حتى كانت هناك خويل تقول بان من الممكن ان يكون تنهاخ هو المدرب القادم في في مانشستر يونايتد في الموسم المقبل نعم وسام اشكرك جزيل الشكر على هذه الاستفاضه في حديثك الرياضي ونتمنى دائما الروح الرياضيه التي تتسم بها دوري ابطال اوروبا بعيدا عن كل الحروب